بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصف السادس الابتدائي، شرح قصة الأرض الغنية للصف السادس الابتدائي. القطع اللي بنهاية الكتاب هي جزء مهم من تعليم القواعد اللي بالكتاب مثل ما قلنا أكثر من مرة. راح نبدي بقصة الريتش ايرث اللي هي في نهاية الكتاب، وراح نتناول الأسئلة اللي تجي عليها بالامتحان. طبعا غالبا ما تجي الأسئلة اللي بنهاية القطعة، يعني ورا القطعة اكو مجموعة أسئلة، هي هاي الأسئلة المهمة اللي تجي بالامتحان أكثر الأشياء. بس بالإضافة إلى ذلك أنت لازم تحفظ القطعة وتكون عندك الصورة واضحة. There were many people in the village. لقد كان هناك العديد من الناس في القرية. There were busy people and noisy children. لقد كان هناك ناس مشغولين و noisy children، يعني أطفال صاخبين عندهم صوت عالي. It's a good to be home. It's good to be home. إنه من الجيد أن تكون في الوطن أو في البيت. طبعا هوم تجي وطن وتجي بيت. مالو said I have been away for a long time. قال مالو أنا كنت يعني بعيدا for a long time، لفترة طويلة. Perhaps no one would know me. ربما، طبعا perhaps هي بالفصل الـ14 بالكتاب. Perhaps ربما الاحتمالية. No one، ولا واحد بالعراقي. No one will know me، ولا شخص سوف يعرفني. He sat down and watched the people. وهو جلس وشاهد الناس. Malu did not see the man next to him. طبعا كان جالس ولكن لم يرى الشخص الذي be next to him، يعني بجانبه. هذا هنا عندنا الهم اللي هي ضمائر المفعول به، next to him. اوكي، ما شاف احد جالس يعني ما انتبه للشخص اللي كان جالس بيمه. The man was reading a newspaper. الشخص كان يقرأ، الرجل كان يقرأ. طبعا هنا الماضي الووز، الماضي المستمر. was reading a newspaper، كان يقرأ جريدة. The man finished reading، وهنا الماضي بالفصول الأخيرة للكتاب راح تأخذون الماضي، وتعرف إنه الفعل حتى تحوله للماضي تضيف له ed. أوكي، the man الرجل اللي هو الفاعل finished reading أنهى القراءة. he gave طبعا give يعطي، gave أعطى. he gave the newspaper to Malu. he gave the newspaper to Malu. أعطى الجريدة المن المالو. The two men، الرجلان، المان تنجمع man. The two men were surprised. يعني الشخصان أو الرجلان تفاجأ. بيش؟ They know each other. كانا يعرفا. Sorry, they knew each other. They knew، هما يعرفان. Knew each other. Is it you, Malu؟ هل هذا هو أنت مالو؟ Said Bino. عندنا شخص قال بينو اللي هو الثاني. هسه صار عندنا شخصيتين بالقطعة، عندنا مالو عندنا بينو. قال هل هذا هو أنت؟ Welcome home، أهلا وسهلا بك في الوطن. My friend، يا صديقي. Yes I'm مالو. He replied، أنا مالو. هو رده. I came home to see my friends، لقد رجعت إلى الوطن لكي أرى أصدقائي. How are you, Pino؟ كيف حالك يا بينو؟ I'm happy، Pino replied. أنا سعيد، رد بينو. I'm a farmer، أنا مزارع. I'm a farmer، أنا مزارع. واحد من الأسئلة اللي دائما ينسألون بها بالوزاري، ماذا كان عمل بينو؟ What was Pino's job? He was a farmer. He is a farmer. Farmer. هو فلاح. I grew food to eat. أنا أزرع. I grew food to eat. أنا أزرع الطعام لكي أكله. أكيد to eat. But I'm not rich. ولكنني لست غنيا. But I'm not a rich man. How are you, Malu? كيف حالك يا مالو؟ أنا لست رجلا غنيا. I'm not a rich man. How are you, Malu?
Are you rich, ma'am? هل أنت رجل غني؟ No, said Mallow. طبعا بالمناسبة اللي يستمع لنا لازم يكون الكتاب أمامه حتى يستفاد من القطعة، أو يعني هو شرح القطعة حتى يكون الطالب على علم بالقطعة. No, said Mallow. لا يا مالو. He was angry. لقد كان شنو؟ angry. أخذناها بالصفات. الانجري هو غضبان. I left the village. لقد تركت القرية. هذا السؤال جدا مهم، إنه هو السبب ليش ترك القرية. I left the village a long time ago. تركت القرية في وقت طويل. A long time ago. وقت طويل قضى. Ago. I went to the city to become rich. لقد ذهبت إلى المدينة. City. To become rich. But I'm poor. ولكنني فقير. I don't know what to do. لا أعرف ماذا أفعل. I don't know what to do. لا أعرف ماذا أفعل. Come to my home. تعال إلى منزلي. I live alone in a small house. أنا أعيش في I live alone in a small house. في بيت صغير. Alone لوحدي في بيت صغير. But we are poor men. ولكننا يعني على أي حال طبعا، ولكننا ناس شنو؟ فقراء أو رجال فقراء. We can share my food. نستطيع أن نشارك طبعا، هو نستطيع أن نتشارك في الطعام. said Bino. Bino took Mallow to his home. أخذ Mallow إلى بيته. Mallow ate all the food. وأكل Mallow كل الطعام. He said to Bino, "You have lots of land." طبعا حجوا بينو قال له لديك أرض واسعة. I will teach you to grow more food. وسوف أعلمك أن تزرع العديد من الفود اللي هو الطعام. Then you will be rich man. وسوف وبعدين يعني then ثم سوف تصبح رجل غني. You are right Mallow. But I'm simple man. And I have enough food. قال له أنت على حق يا مالو، ولكن أنا رجل بسيط. I'm a simple man and I have enough food. أنا رجل بسيط وعندي الكثير من الطعام. I can help you. أنا أستطيع مساعدتك. You can grow tomatoes in your field. تستطيع أن تزرع الطماطة أو البندورة في حقلك. Then you can take the tomatoes to the market. ومن ثم تأخذ الطماطة إلى الأسواق. وطبعا تأخذها إلى الأسواق. سيد مالو طبعا جاي يقترح علي، هو يقول لي أنت أنا أقدر أساعدك. هو جاي من مكان بعيد، كان بالمدينة، وجاي يقترح على صديقه أنه يقول لي أنا أقدر أساعدك أن تزرع الكثير من الطعام وتبيعه في الأسواق. Will you help me? I will give you some money. هل ستساعدني؟ سوف أعطيك بعض المال طبعا إذا أربح. Bino said, You are very kind. أنت لطيف جدا. My friend, يا صديقي. said Mallow, We share the land. يمكن أن نتشارك في الأرض. And we will share the money. وسوف نتشارك في الأموال. In the big field. بالحقل الكبير. I will have the food that grows under the ground. أنا سوف أخذ. I will have the food. أنا سوف أخذ الطعام الذي ينمو أو ينمو under the ground. الذي سوف يكون تحت الأرض. تعرفون أكو نباتات من تزرع يعني مثل بوتيتا وغيرها تكون تحت الأرض. أوكي يعني And you will have the food that grows on the ground. وأنت سوف تأخذ الطعام الذي ينمو فوق الأرض. يعني فوق سطح التربة يقصدون. But in the same field. ولكن في الحقل نفسه. You will have the food that grow under the ground. وأنت سوف تأخذ الطعام الذي ينمو تحت الأرض.
And I will have the food that grows on the ground. وأنا سوف أخذ الطعام الذي ينمو فوق السطح. مالو started to grow the vegetables. مالو بدأ يزرع شنو؟ الخضروات. He grew potatoes in the big field. هو زرع بوتيتا بالحقل الكبير. He grows potatoes in the big field. He grows tomatoes in the small field. وزرع الطماطة أو الطماطم في الحقل الصغير. زرع البوتيتا في الحقل الكبير والطماطم في الحقل الصغير. I will have the food, Malo thought. Malo يقول سوف أخذ الطعام. Malo said. يعني Malo thought. Malo فكر. Okay. اعتقد. اعتقد. Sorry. من think يصير thought. There will be no food for Bino. He will not know. سوف لن يكون هناك. يعني شوف النية إنه هو نيته. يعني نية ماله مو نية نزيهة. هي النية مالته انه يستغل صديقه وياخذ الطعام كله. He will not know. هو سوف لن يعلم انا سأخذ كل الطعام. One day, وفي يوم من الايام, Bino went to the big field. ذهب الى بينو الى الحقل الكبير. He saw small green leaves. رأى حشائش صغيرة. Under the ground. تحت الأرض. Under the ground. There were nice potatoes. لقد كانت البوتيتا جميلة. What is this? ما هذا؟ Bino shouted. صرخ بينو. I will have no food. I can't eat the leaves. لا أستطيع أن أكل الأوراق. Leaves هي الأوراق أو الحشائش مرات تجي. لأن هي البوتيتا جوا. هو اتفقه انه هو ياخذ اللي جوا الارض والفوق الارض صديقه. فالفوق الارض مال يعني فوق سطح التربة راح يكون فقط يعني الاوراق مال البوتيتا. البوتيتا جوا جوا الارض. اذا راح ياخذها مالو. اوكي. Soon in the small field. ولاحقا في الحقل الصغير. Big red tomatoes started to grow. بدأت الطماطة يعني الحمراء بالنمو. The tomatoes were on the ground. وكانت الطماطة هي طبعا على السطح. Now Bino had no food to eat. طبعا هذا بالحقل الصغير هو قال له انه الفوق الارض الي وبالحقل الكبير جوا الارض الي. فهذا بالحالتين يعني ما راح يستفاد بينو. اوكي. Then now Bino, الآن Bino had no food to eat. لا يملك طعاما ليأكله. He had no food to take to the market. ليس لديه طعاما ليأخذه إلى الأسواق. Malo tricked me. Malo tricked me. Tricked me يعني خدعني. Bino said. He was very sad. لقد كان جدا حزينا عفوا. Suddenly Bino saw a hard box. وفجأة Bino رأى hard box. صندوق قوي. Under the ground. تحت الأرض. Bino picked up the box. وبينو picked up the box. التقط الصندوق. Then he opened it. Then he opened it. وهو فتح ثم فتحه. He was very surprised. ولقد كان متفاجئا. He saw lots of money. لقد رأى العديد من الأموال. Bino was rich. Now Malo was sad. الآن Bino هو سعيد غني ومالو هو sad. أصبح طبعا هي نهاية الإنسان للقصة والعبرة إنه نهاية الإنسان المخادع اللي يحتال على الناس انه ما راح يحصل شيء. اوكي. هنا عندنا الاسئله مثل ما قلنا نوعين. عندنا الترو والفولس. الصح وخطا. Bino is a sailor. هو مو سيلر. He is a farmer. سيلر يعني قبطان اي بحار. Bino gives Malo something to eat. Bino gives Malo
something to eat. طبعا هو انطى yes. Okay, true. Bino wants to eat the leaves. False. أراد أن يأكل ال طبعا ال الأعشاب أو مثل ما قلنا الأوراق. Gold grows under the ground. الذهب ينمو تحت الأرض. طبعا grows هو ينمو, يعني اللي يقصد بين نماء مثل نماء ال الخضروات وغيرها. هذه أيضا false. هنا عندنا comprehension questions, الأسئلة الاستفهامية. Why does Malu leave the village? ليش هو عاف الفيليج؟ ليش عاف القرية من البداية؟ He wants to the city. He went to the city to become rich. لقد ذهب إلى القرية المدينة لكي يصبح غنيا. Who's reading the newspaper? منو كان يقرأ بالمجلة؟ منو كان يقرأ بها الجريدة؟ Bino was reading the newspaper. How does Bino become rich? كيف أصبح بينو غني؟ He found lots of money under the ground. وجد صندوق كبير تحت الأرض من فيه الأموال. شكرا جزيلا لكم. أتمنى يكون المقطع قد أعجبكم. طبعا بالاتصال بالإمكان التواصل معنا. الآن أصبح لدينا 12,000 متابع. شكرا لكل المتابعين ولمن يستمع أو يرى الفيديو لأول مرة أو يرى القناة لأول مرة. ممكن أن لا تبخل علينا باللايك أو الشير أو السبسكرايب اللي هي متابعة القناة. صفحتنا على الفيسبوك, صفحة الأستاذ ميثم سرحان لتعليم اللغة الإنجليزية. هذه هي عنوان الصفحة. أي استفسارات احنا جاهزين. بالمستقبل إن شاء الله نستمر نشرح المواد الأخرى. أتمنى لكم الموفقية والنجاح الدائم. مع السلامة.